في السليمانية شمالي العراق. هذه المدينة الكردية التي خسرت الكثير من رجالها أيضاً في الحرب على تنظيم الدولة في 2014. التقينا هناك بسيدة تدعى تشينار، فقدت زوجها أثناء القتال في كركوك. تدير هذه السيدة مدرسة كبيرة استطاعت التغلب على الكثير من العراقيل لتأسيس جيل بعيد عن الحرب والقتال. الشهيد حسين منصور كان يشغل منصب آمر لواء القوة الوطنية الثانية، شارك في أغلب المعارك ضد تنظيم الدولة، وكان مسؤولاً عن محور يسمى جبهة قلالة. ولحبه الكبير لأرضه ووطنه انتقل إلى محور كركوك بعد تحرير قلالة. استشهد برصاصة قناص في 31 من كانون الثاني عام 2015. خبري استشهاد بوني نبأ استشهاد أبي علي كان أمراً محزناً، ليس لي ولعائلتي فقط بل لكافة سكان كردستان، لأنه كان شجاعاً جداً. فرمانديكي زور أزابو شاونا ترزبو بلام. شخصياً لم يصدمني خبر استشهاده كثيراً، لأنه كان يقول لي مراراً: تشينار، المعارك فيها الجريح والشهيد، ولهذا يجب أن تتوقعي نبأ استشهادي في أي لحظة. خبري شهيد بوني من أبيستي. شهيد بوني فريقي أول. استشهاد الفريق الأول حسين منصور جعلني أستمر في حياتي بردوام بملجيان بردوامي من لجيان، ونركز أكثر في تربية أبنائي وأركز في أعمالي. تركيز بك مسر إيشو كارم من أقردان. لم أكن لأستمر بحياتي لو بقيت جالسة كل الوقت أبكي وأندب حظي. وصول لمنصب مديرة مجمع كردستان التربوي لم يكن سهلا، بل تدرجت وظيفيا مما مكنني أن أتعلم الكثير خلال 18 سنة من الخدمة. تعلمت أن العمل فيه مشقات وتضحيات كبيرة، العمل يتطلب الاستمرارية وفهم معاناة الطالب وذويه، ولكي تنجح في العمل يجب أن تبذل جهداً.